السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كثير الحقيقة 32 لقب للدون امامنا هنا، والالقاب تزداد، وكريستيانو رونالدو يا ولد، السحر يستمر هنا من جانب الدون. الدون يقدم دائما الحافز والدافع الجديد، وركلة جزاء بعد 8 دقائق يسجلها كريستيانو رونالدو امامنا هنا، صاحب العطاء الكبير. عودة مرة ثانية للتلقاء بعد ما نفذت وسجلها رونالدو كلاكيت ثالث مرة، المرة دي بقى في زاوية هي نفس الزاوية لكن في ارتفاع متوسط، صعب قوي على موريس. ورونالدو بقى يسجل ال114 للدون كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، أرقام قياس في دوري الأمم الأوروبية. استلام على طول أمامنا هنا برناردو سيلفا، ومحاولة التالت أمامنا. المعدل إيه؟ معدل تهديفي في هذه المباراة، هنشوف هدف يمكن كل 6 دقائق. آدي أمامنا هنا برونو فرنانديش سجل هذا الهدف الجميل أمامنا هنا، يرفع رصيده من الأهداف بقى الدولية إلى 6 أهداف لدى هذا النجم أمامنا هنا اللي بيسجل في مستوى الدولي 12 هدف، وأجمل لمحة في المباراة وكان هيعمل هاتريك الرابع المرة دي، يسجل جواو باليليا. الركلة الركنية اتعملت ايه؟ اتعملت روعة من برونو، وأمامنا هنا اللي كان متقدم باليليا هنا يسجل في الدقيقة 68 بعد اللمحة الأجمل من رونالدو، يأتي هدف رابع هنا ومستحق لمنتخب البرتغال في هذه المباراة. 4 روبن نيفش، كرات العالية، رونالدو الهاتريك العاشر لكريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في هذه الليلة، الهاتريك العاشر لرونالدو، 10 هاتريك و10 على 10، وهدف خامس هنا لمنتخب البرتغال بضربة رأسية من كريستيانو رونالدو عشان يرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى